السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا شروة ساعات يسموها ساعات سوار، يعني تلبس بهالطريقة هذه، كلها نسائية. القطعة ب75 سنت. البضاعة كلش حلوة، لكن كلها تجي هذه البضاعة متروكة، فالبطارية بداخلها منتهية، فتجي معها بطارية منفصلة. يعني إذا عندك أنت هذه الساعة تريد تستخدمها، البضاعة كلش حلوة وجميلة وجديدة، لكن مثل ما تشوفون واقفة، فإحنا نعطيك معها بطارية، كل ما عليك أنت تفتحها وتغير البطارية. القطعة ب 75 سنت، تقريباً إحنا عندنا 400، 500، 600، 700، 700 قطعة فقط، أقل كمية ممكن تاخذ 100 قطعة، 100 قطعة ب 75 دولار، موديلاتها كلش حلوة، شوفوا الموديلات. بضاعة كلش جديدة وحلوة وجميلة. مثل ما تشوفون الموديلات كلش جميلة، كلش هواي موديلات. البضاعة حلوة، الجودة مالتها جميلة، 75 سنت فقط، أقل كمية ممكن تاخذ 100 قطعة. أنا أحاول الأكسسوارات أقسمها على مود شنو تمشي للمشاريع الصغيرة. شوفوا الموديلات مالتها شلون حلوة. البطارية تجي منفصلة، أهم شيء تنتبهون على هذا الشيء. شوفوا الموديلات. أوه هاي حلوة، شلون القفل مالتها. أوكي. هاي هيك. موديلات كلش جميلة وكلها عبارة عن سوار، فإحنا نسميها ساعات سوار. شوف هذه ساعة مخفية، هذه كلها ساعات سوار نسائية كلش جميلة، موديلات هواي، 75 سنت فقط، أقل كمية ممكن تأخذ 100 قطعة. طبعا أكو بعد هواي موديلات، كلش هواي موديلات، موديلات كلش كثيرة. أوه مكسورة هذه، هذه مكسورة راح أطلعها. يا عافية صاحبتي، خلينا نشوف. واو جميلة هاي، شوف شوف شوف. شوف هاي ما خربانة منها، السير مالتها خربان. صار اثنين خربانات. واو شوف شلون روعة. كلش حلوة الموديلات. اكو بعد هواي الوان وهواي موديلات، بس هاي الكارتونتين موجوده عندي تقريبا 700 800 قطعه، اقل كميه ابيع 100 قطعه. بالنسبه للاكسسوارات اللي اول مره يتابعنا، ترى الاكسسوارات هواي نشرنا سابقا، هواي عندنا بعد قلاده، عندنا شروات مال قلاده مثل هيك شيء 90 سنت، وعندنا بعد هواي شروات. كسرت الساعه انا، لا كسرتها لو هي مكسوره، يمكن هي مكسوره ما اعرف. تعال نطلع بعد موديلات جديده. شوف هذه، طبعا كل بضاعتنا ضمان عدم وجود تالف، كل بضاعتنا هذه غيرها خاب تطلع عندك قطعه مكسوره شيء. شوف هذا شلون حلوه. انا اذا بضاعه بيها مشكله راس انا اقول لكم، مثلا هاي بطاريتها خربانه ولهذا السبب هي رخيصه، هذا مو هذا سعرها، يعني ساعه بهالجماليه هاي ب 75 سنت مو هذا سعرها، لكن هذه بها سبب، لان متروكه والبطاريه خربانه فبطاريه، وسبب ثاني انه هي بضاعه مختلطه، يعني هسه شوف هذه العلبه بها هواي موديلات. شوف شلون حلو هذا. جميل. بضاعة تخبل ب 75 سنت فقط، شوف ساعة جميلة ب 75 سنت فقط. واي واحد يريد حتى لو ياخذ علبه يعني كرتون ب 100 قطعه ماكو اي مشكله، يعني قلت لكم البضاعه اللي اقدر اقسمها اقسمها، شلون البضاعه قسمنا هواي بضاعه، بضاعه كانت كميات وقسمناها عليكم سويناها كميات قليله. ما شاء الله شلون بضاعه حلوه. شوف شوف هذه، شوف هذه بعدك هواي موديلات، موديلاتك هواية على مود لا يتطول الفيديو ما راح نفتحها كلها، بس حبيت اشوفكم. والسلام عليكم ورحمة الله. هاي البضاعة خير من الله. بعدين طبعا التغليف، خلصتي نسيت اقولهم. بعدين طبعا التغليف الموظفين يرجعون يغلفوا لكم اياها، تغليف مرتب، انا هسه جاي افتح، بعدين تتغلف وتتخلب كراتين، اقل كمية 100 قطعة، اللي يريد الكمية كلها واللي يريد اقل، اكو بيها مرات شوية. شوف هذا السير مالتها، شوف هذا السير مالتها شويه مشخط من هنا،
أنا بالنسبة لي هذا ما أبي شيء، بس أنا أشوفكم إياها على مود تعرفون يعني على الحلال والحرام. ها هي يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.